الان واش نديرو؟ نحيو هاد الحشيش هدايا، نخليوه هي بس واحده. الحشيش هذا والمحار، جميع انواع المخلوقات البحريه تجي تلصق هكذا. شوفوا كيفاش حنا واش نديرو؟ حنا نتبعوها كامل ونكرطوها بالرخليطه كامل، ننقيوها حاجة الاولى، نقيوها بالرخليطه مليح مليح، ثم نمروا لي طاب لي موراها. وكيفاش نديرو؟ حاجه سهله. هاي كيفاش هكذا راك تبع. ها الا عندك رخليطه كبيره على هدية احسن، تكون صحيحه وتكون يابسه، هنايا تكون يابسه باش تساعدك. انا عندي هذه ما يهمناش، المهم تعطيك نتيجه مليحه. فهمنا هكذا، ثم واش نديرو؟ كي نكملو نمرو المرحله اللي موراها. صح، الان بعد ما كرطناها كامل بالركليطه، شوف معايا، شوفوا هدايا، ها شوف طيروه كامل، شوف كيفاش رجعناها. لكن الان واش نديرو؟ نحكمو البالي تاعنا المكنسه، كنسوه كامل هكذا، شوف كيف، ها كنسوه نحيو كامل باش يبانو لنا اماكن المنزل. كي نكملوها كامل نحكمو ورق صنفاره، كملو نبونسيوها كامل. استعملوا يعني الا كانت عندكم الماشينه هدية البونسيس دي برونت، تقدروا تخدموا بها، ولا ما كاش خدم باليد، تعبك شويه لكن النتيجه وحده. فهمنا دوكا واش نديرو؟ نتكلوا على الله نكملوا الخدمه. هيا بينا. متنساوش ديروا القناع ليحميكم من الغبار. انا راني ندير هكذا باش نفيلمي لكم باش نقدر نهضر. الان نكملوا واش كاين، ثم نشوفوا لي طاب لي بعدها، المرحله اللي بعدها. صح، الان هاي اللي كيفاش كي بونسيناها، درناها بورق الصنفاره كامل. شوف كيفاش راهي ما شاء الله. وما تاخذوش بالكم لهادو، ما الا قعدت لكم هكذا شويه صبيغه هنا شويه صبيغه هنا ما يهمناش، المهم حنا نماطيوها صبيغه تحتانيه تتماطى مليح باش تشد لنا صبيغه مارين تاعنا البحريه. هكذا تماطيوها على هذا الشكل هدايا، هاي النتيجه اللي لازم تحصلوا عليها. ثم تغسلوها بصابون يكون مليح من النوعيه الجيده باش نحيوا لها المازوت والزيوت اللي كاين في البحر اللي لصقوا فيها. ما بونسينا الفلوكه تاعنا هكذايا، قمنا صنفرت كاع صبيغه ونحيناها، واش نديرو؟ نخدمو الورق اللاصق هكذايا، شريط اللاصق بابي كونو، ونديروه على الهيكل هاذي كامل، نحكمو بحيث انه المكان اللي يغطس داخل الماء هو اللي راح يتنسبق، ما كان له نعليو بزاف هكذا. هاي صح، اش هادوك؟ قول لي يرحم باباك، مع سخانه هديه
والعرق اللي راني فيه وما درت جام. ها القفله اللي راهي من تحت عبز عليها باش زيد تعطينا القوه شويه. هاي نكملوا. هاي السلام ورحمة الله خويا لاباس. الله يرحم والديك. لا عفا ها هدية تعتبر الطبقة الأولى. هاي الطبقة الأولى تاعنا رانا كملناها. أنا دوك نستناها حوالي ساعة أو أقل على حساب الشمس. يعني هي من الأفضل من المستحسن أنك ما تصبغهاش تحت الحرارة الحارقة لا سيما في الصيف. بعد ما درنا الطبقة الأولى تاع السومارين تاعنا تاع تحت بحرية عاد صبيغة هذه حمراء هادية. المهم حبيت نوريكم واحد التقنية. كي تكملوا الطبقة الأولى تاعكم وتستناوها تنشف مدة ساعة قلنا على الأقل ساعة، ثم أنا واش ندير؟ أنا التقنية تاعي هذه شخصية، نحكم لافات تاع الماء هكذا تكون جديدة، ثم ندير لها هكذا، ندير لها هكذا كامل كامل، ندور عليها كامل. لماذا؟ باش الطبقة الثانية تكون عندها نسبة اشتباك كبيرة مع الطبقة الأولى، فهمنا؟ هذه تقنية خذوها من عندي. بعد ما نكملوا الخدمه تاعنا واش نديروا؟ نحيو بابي كولون تاعنا، نحيو الورق اللاصق تاعنا هكذا على هذا الشكل هكذا فوالا. هاي الخدمة تاعنا رانا كملناها، نتمنى إن شاء الله تكون نالت إعجابكم. هاد العملية هادية نديروها في كل سنة أو كل عام نخدموها. لماذا؟ لأن الحشائش هادية كي تكثر ماهيش حاجة جيدة، لأن الفلوكة ما تمشيش مليح في البحر، هكذا تولي تزلق وتولي ما تستهلكش البنزين هكذا. وفي الأخير استناوني، مازال كاين فيديوهات غير جديد وغير متنوع، نتمنى إن شاء الله نقدم لكم المحتوى الحصري والشباب إن شاء الله. السلام عليكم.